السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محدثكم مروان المصراتي من مدينة مصراتة. اليوم في صباح اليوم 27/3/2011 حدثت مواجهات عنيفة بين كتائب القذافي وثوار الأحرار، والحمد لله ما زالت المدينة في سيطرة الثوار. حاولت الكتائب الأمنية اليوم الدخول من أكثر من منطقة ومعهم بعض الآليات، والدخول كان من طريق البحر من منطقة زريق، وتم التصدي لهم في تمام الساعة 10:30 صباحا. كان مع الكتائب عربتين ميم با ودبابة بي ام بي ودبابة ذات سبطانة واحدة. تم صد هذا الهجوم واستعادة الثوار لمواقعهم في تمام الساعة 1. بعد ذلك تكرر القصف العشوائي على منطقة الجزيرة. كان القصف يأتي من الطريق الساحلي وحدث بعض الإصابات في المدنيين. عدد الشهداء لهذا اليوم 8 شهداء و24 جريح، بعضهم حالتهم خطرة. أما بالنسبة لوسط مدينة مصراتة بالتحديد حيث يوجد القناصة في شارع طرابلس، كانت الاشتباكات منذ الساعة 8 صباحا وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى وقتنا هذا. في تمام الساعة 7 مساء قامت دبابة بالتحرك من منطقة السوق أبو شعالة واتجهت نحو وسط المدينة، وبالتحديد وصلت إلى شارع عبد الله الغريب وبدأت تقصف في المساكن المدنيين، ولكن تصدوا لها الثوار وقاموا بتفجير الدبابة وبإعطاء دبابة أخرى. استمر قصف المرتزقة القذافي على المدينة بعد ذلك بالهاون ردا على هجوم الثوار، واليوم ألحقنا بهم خسائر فادحة. سقط العديد منهم في منطقة زريق ومنطقة كرزاز ومنطقة وسط المدينة بشارع طرابلس. تم قتل اليوم حوالي 4 قناصة متمركزين على قاعة الشعب. وبالنسبة للمشابهات التي حدثت في منطقة كرزاز، حاولت كتائب قادمة من مدينة تورغة الدخول إلى الميناء، قد قاموا بالقصف من الطريق الساحلي على الميناء. وصلت قذيفة وأصابت المدنيين واللاجئين من الدول الشقيقة. تم حصول 8 إصابات وأحد اللاجئين قد بترت رجلاه من قذيفة دبابة. كان معكم محدثكم مروان المصراتي من مدينة مصراتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.